يقول: هل سائل أسأل عن حكم أكل لحم الميتة التي اصطادها الإنسان، سواء كان حيوان أو طائر، ولما وقع على الأرض مات، فهل يجوز لي أن أكل من ذلك؟ إذا كان ضربه بسهم يفري الجلد، يشق الجلد ثم مات بالضربة، فإنه يحل لأنه من الصيد، فإنه من الصيد. إذا سمى الله عند إرسال السهم أو إرسال الرمية، يذكر الله عند إرسال السهم أو الرمية، فإذا أصابته وهي حادة وخارقة ثم مات فهو حلال من أي مكان أصابه، ولو سقط على الأرض وفيه بقية حياة ولكنه مات ولم يدركه ويذكيه فإنه حلال أيضا. أما إذا سقط على الأرض وفيه حياة وبقي مدة يمكنه أن يذكيه ولم يذكيه، فإنه لا يكون حلالا لأنه أصبح ميتا. نعم.